نشرتنا المحلية مستمرة وفيها أيضا: طفل لا يتجاوز عمره 3 أعوام قهر العجز والإعاقة بإرادة حديدية. طفل لا يتجاوز عمره 3 أعوام قهر العجز والإعاقة رغم أنه ولد بلا ذراعين، يستعين بأصابع قدميه وبطنه وفمه لممارسة نشاطاته اليومية. بإرادة صلبة لا تلين وشجاعة منقطعة النظير، استطاع الطفل علي سرور أن يكسر حاجز الصمت والألم والإعاقة. ولد علي الذي يبلغ من العمر 3 سنوات دون ذراعين وبساق غير مكتملة، فلم يتملكه اليأس يوما، بل أثبت للجميع أن لديه البديل، فتحولت القدمان إلى ذراعين يستخدمهما للأكل واللعب وممارسة نشاطاته اليومية. لما إجا علي هيك تفاجأت فيه، إنه يعني هيك إجا من غير أطراف، يعني كل أولادي أصحاء، فكان كثير والله عمي يهون علي يحكي لي يعني هذا قضاء الله وقدره واصبري، يعني ان شاء الله راح يطلع لك شيء مهم شيء كبير. فوالله كثير يعني كان هونه علي. حاله علي الطبيه ليست وراثيه وانما هي قصور جيني حصل عنده قبل ولادته، مما ادى الى هذه الاعاقه وعدم اكتمال الاطراف العلويه والطرف السفلي. بيقولوا بعض الاطباء انه بجوز نتيجه تناولها بعض الادويه اللي تناولتها اثناء الحمل في بداية الحمل، قالوا انه يمكن معالجته، ممكن يتركب له اطراف، ممكن يطولوا الساق القصير عنده، يركبوا له عظام بالحوض. قال هذا كله بتطلب وقت. علي هو اصغر اشقائه 7، حيث يملأ البيت فرحة وبهجة مع اصراره على الاعتماد على نفسه رغم اعاقته، ويحاول ان يتكيف مع ظروفه الصعبة وتدريب نفسه على إنجاز الكثير من الأمور والاستمتاع بها. ربنا أعطاه عقل كبير جدا، يعني عوضه شيء في شيء، وقدر الله سبحانه وتعالى هذا، والحمد لله رب العالمين بأنه بلعب مع إخوته، بلعب مع الأولاد، ولا كأنه أي إنسان في إعاقة. عندما يكون لدى الإنسان إرادة وعزيمة قوية فإنها تصل به إلى عنان السماء. وعلي طفل قهر المستحيل بقدميه، لأن المستحيل لا يكون إلا في أوهام العاجزين. محمود محارمة، التلفزيون الأردني. إرادة حديدية بالفعل.